تعتبر نيجيريا الدولة الإفريقية الأكثر اكتظاظاً بالسكان وأكبر قوة اقتصادية في القارة. تتألف البلاد من 36 ولاية ومنطقة فيدرالية هي العاصمة أبوجا، ويبلغ عدد سكان نيجيريا 173 مليون نسمة، ويعيش 20 مليوناً من بينهم في لاغوس وهي عاصمة البلاد الاقتصادية وكبرى المدن الإفريقية. تضم نيجيريا 250 مجموعة عرقية على الأقل، ويتوزع السكان بين شمال البلاد وجنوبها، فالقسم الشمالي بغالبيته المسلمة يتخبط في دائرة الفقر المدقع، أما الجنوب الذي يحتضن الصناعة النفطية فغالبية سكانه من المسيحيين. ومنذ العام 2009 بات جزء البلاد الشمالي فريسة لتمرد جماعة بوكو حرام الإسلامية، وقد أدت أعمال العنف الدامية طيلة 6 سنوات إلى مقتل 13,000 شخص وتهجير 1.5 ملايين آخرين. إلى ذلك أعلنت جماعة بوكو حرام قيام الخلافة في المناطق الخاضعة لسيطرتها في أغسطس 2014، كما بايعت في مارس 2015 تنظيم الدولة الإسلامية. وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار هذه، عرفت نيجيريا ازدهاراً اقتصادياً خلال العقد المنصرم، إذ بلغ النمو السنوي 7%. أضف أن نيجيريا هي أول بلد منتج للنفط في القارة الإفريقية وثامن أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، ويشكل الذهب الأسود 70% من إيرادات الدولة و90% من عائداتها بالعملات الصعبة. إلا أن الفساد مستشر في البلاد والثروات مهدورة، كيف لا ومعظم النيجيريين يعيشون بأقل من 1.5 دولارات يومياً، و10 ملايين طفل هم خارج المدرسة.